دايما كده بنقول ان احنا لو جهزنا شوت ليست او ستوري بورد للموضوع اللي احنا رايحين نصوره بحيث ان احنا نكون عارفين رايحين هنصور ايه هنطلع بنتيجه حلوه جدا. فوانت بتجهز الستوري بورد بتاعتك بتبقى محتاج ان انت ترسم بقى وتظبط اشكال الكادرات بتاعتك وبحيث انت تخطط الفريم بتاعك هيكون ايه اللي جواه. انا بستخدم تركيبه بسيطه وهو موقع اسمه شوت ديك. الموقع ده كنت اتكلمت عليه قبل كده عندنا في القناه هنا في حلقات التلوين لو تفتكر، وهقول لك النهارده الموقع ده عباره عن ايه وايه المميزات الموجوده فيه وازاي تقدر انت تبحث من جوه الموقع وتقدر تستفيد من الموقع ده في ايه. فالموقع ده جامد جدا، فيلا بينا. لو فتحت الموقع لاول مرة هتحس ان هو مجرد سكرين شوتس كتير من افلام وموجودة او متجمعة في مكان واحد، ولكن الموقع مش عبارة عن كده وبس. القوي في الموضوع ان كل لقطة من الافلام دي موجود فيها البيانات الكاملة ليها، اسم الفيلم واسم المخرج والسينماتوجرافر والإديتور، دي حاجة. والحاجة التانية بقى التون اللي في الفيلم نفسه، نوع التلوين اللي اتعمل في الفيلم ايه، التايم اوف داي اللي اتصور فيه اللقطه اللي انت شايفها، الاسبكت ريشيو والكومبوزيتنج ونوع الاضاءه اللي متصور بيها اللقطه، وخد عندك بقى الفريم سايز ونوع العدسه اللي متصور بيها اللقطه دي، يعني حتى لوكيشن التصوير موجود على الموقع. فانا كفوضى مبسوط جدا بالبيانات دي انها موجوده في مكان واحد، وهعرفك قدام تقدر تستغل البيانات دي في ايه. موقع شوت ديك فيه محرك بحث انت كصانع افلام هترتاح جدا ليه. اكيد طبعا انت تقدر تخش على الموقع وتعمل سيرش باسم الفيلم اللي انت عايز تتفرج على اللقطات بتاعته، ولكن في حاجه قويه جدا في البحث مميزه، انت تقدر تبحث باللون بتاع الفيلم، تقدر تبحث ان هو متصور داخلي ولا خارجي، وقت التصوير متصور في اي وقت من اليوم، نوع الإضاءة، الفريم سايز يعني متصور ميديوم ولا كلوز ولا كلوز اب ولا اكستريم وايد، على حسب نوع الشوت نفسه تقدر تبحث عليه. ومش بس كده، تقدر تبحث بالاسبكت ريشيو بتاعت الفيلم. خد عندك يا سيدي ان انت تقدر تبحث بالعدسة اللي متصور بيها المشهد، ومش بس كده كمان تقدر تبحث بعدد الممثلين اللي في الكادر، والحاجة اللي عجبتني جدا ان انت تقدر تبحث بالتكوين بتاع الفريم بتاعك. فنظام السيرش جوه الموقع ده روش جدا، وانت كصانع افلام هترتاح جدا دي، وهيسهل معاك كتير في ان انت توصل للحاجه اللي انت عايزها. تيجي بقى تقول لي موقع زي ده يا فوده هيفيدني في ايه كصانع افلام او كمونتير او كمصور؟ من رايي الشخصي في اربع عوامل الموقع ده هيفيدك فيهم. النقطه الاولى وانا شايف ان هي الاهم، وهي التغذيه البصريه، ان انت تتفرج كتير على كادرات جوه الموقع، تفهم ازاي بيكونوا كادرات في الافلام، ستايل الاضاءه نفسه، زاويه الكاميرا نفسها، تبقى عارف التكنيك اللي هما بيستخدموه عشان يكونوا كادر في الاخر كده انت بتشوفه وتحس ان هو مشهد من فيلم. والنقطه الثانيه اللي انا بستخدم الموقع ده من خلالها، وهي ان انا ابني ستوري بورد المشروع او فيلم مثلا هكون انا شغال عليه. طب ببنيه من خلاله ازاي؟ انا ببقى في دماغي تكوين معين لكادر، ولكن انا عشان ارسم الكادر مش هيطلع بافضل جوده ممكنه، اقدر ان انا اخش على الموقع ده اشوف كادر قريب من الكادر اللي انا عايزه وابدا ان انا احطه في الستوري بورد بتاعتي على موقع ميلا نوت اللي انا كنت اتكلمت عنه قبل كده، وابني الستوري بورد بتاعتي كلها وابقى عارف ان انا هصور كادرات شكلها طالع عامل ازاي بعد التصوير. والحاجه الثالثه اللي احنا بنستخدمها كتير هنا عندنا على القناه برده من خلال الموقع ده، وهو التلوين. تقدر ان انت تقتبس لون من الافلام دي او من الكادرات دي، لان الصور اصلا اللقطات اللي طالعه من الموقع بجودتها بتكون كويسه، فتقدر تاخدها وتقدر ان انت تعمل فيلم لوك خاص بيك من الالوان الموجوده في الافلام من خلال برنامج دافينشي ريزولف. وكنا اتكلمنا قبل كده وعملنا حلقتين عن التلوين من خلال الموقع دوت، فهسيب لك الحلقتين في الوصف بتاع الفيديو تقدر تتفرج عليهم او من الاي اللي بتظهر فوق هنا. والنقطه الرابعه اللي تقدر تستفيد من خلالها من الموقع ده، وهي مرتبطه شويه بالنقطه الاولى اللي هي التغذيه البصريه، ان انت تشوف الكادرات بنفسك او التكوين بتاع الكادرات بنفسك وتعرف المصطلحات السينمائيه اللي موجوده على الموقع ده هتفيدك جدا. وفقط للتذكره حابب افكرك ان الفيديو ده مش سبونسر خالص للموقع، هو بس الفكره ان حاجه لقيتها انها بتفيدني في شغلي فحبيت ان انا اعمل لها شير معاك، واتمنى من ربنا انها تفيدك في اي حاجه في الشغل بتاعك. فانت يا سيدي لو جديد هنا ومهتم بالتصوير او الفيلم ميكنج او المونتاج فاهلا بيك، انا محمود فوده، تقدر تشترك في قناه نورني اكون شاكر جدا ليك يعني، وتتفرج على الفيديوز اللي فاتت يعني عملنا محتوى كويس ان شاء الله يعجبك. بس كده يا سيدي كان معاك محمود فوده، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، سلام. يلا نقفل بقى.